مساءكم سعيد وحلقه جديده وستات ما بيعرفوش يكذبوا. النهارده السبت اول الاسبوع وان شاء الله يا رب يكون اسبوع سعيد علينا كلنا. وامسي على منى. مساء الخير يا منى. منى قبل ما نبتدي الهوا وصتني ما اقولش انها كانت بتغني وانا مش فتانه ومش هقول انها كانت بتغني. قلتي لي على الايام اغنيه لمصر وبتاع بتقول ايه يا منى وقعدت تجرجريني بقى اعمل ايه. امبارح كانوا شباب على الفيسبوك منزلين اغنيه مع الايام والحقيقه كانت ايام بديعه فعلا وانا قدرت اجرجر منى انها تغنيها قبل الهوا وفشلت بشده اني اخليها تطول في الاغنيه حته صغيره عشان نقوم فاتحين الهوا عليها. الناس مستنيه. انت كنتي بتطولي عشان انا لحقت بثواني. الناس مستنيه مع الايام. اصل دي اغنيه وطنيه طبعا فرصه مفيش زي حب الوطن. الفنان عمار الشريعي شفيع الله وفاه ويجيبه بالسلامه اذا كان جه مش عارفه بس يعني نحييه والله يعني لحد النهارده فعلا الشغل اللي عمله الاصدقاء وعمله لمصر بشكل عام يعني لسه عايش لحد النهارده. تحيه لعمار الشريعي وتحيه لمصر. هتقولي لنا على الحدود ولا مع الايام كوبليه فين دلوقتي باتي في مش هتنزل الحلقه. لا مالكيش دعوه. لا مالكيش دعوه بالموضوعات. يلا يلا كوبليه واحد. ايه الحلقه اللي هتتفتح بيها كوبليه واحد؟ عارفه هيرجع الناس لكده لايام حلوه. ده واجب وطني. واجب وطني. يلا هو ده مدخل. يلا اقول لك يا ستي. مع الايام بنتعود على التوها وعلى الاحزان وبعد التوها بنحود ونرمي الجرح للنسيان ومهما ننسى ما ننسى حنانك يا حبيبة الروح وصحية في قلبنا لسه ولو كان الفؤاد مجروح ومهما ننسى ما ننسى حنانك يا حبيبة الروح وصحية في قلبنا لسه ولو كان الفؤاد مجروح ومهما يكون لا بتهوني ولا بتهون لياليكي وفوق الجرح بتكوني وبيهون عمرنا ليكي يا واحد راحت الحيران يا مية عمرنا العطشان يا واحد راحت الحيران يا مية عمرنا العطشان يا أرض الحب والإنسان. يا حلاوة. ده الاستوديو جمهور عايزين وما ننساش شعر الكبير سيد حجاب يعني من أحلى. أنت عملت لنا دماغ كده عشان نبتدي الحلقة. إحنا منى غنت لنا أغنية من الزمن الجميل بصوتها الجميل وبتتكلم فيها عن مصر وبجد بجد واجب وطني إن كلنا طول الوقت نفتكر لمصر كل حاجة حلوة. نفتكر الثقافة والفن والإبداع والحضارة وفنانينا ومثقفينا ومبدعينا. نفتكر مصر بوجهها الحضاري الجميل ومنى بأغنيتها والأستاذ عمار الشريعي والشاعر سيد حجاب كلهم يعني ملمح من ملامح وجه مصر الجميل. أنا مبسوطة أيوة متشكرة يعني لك. المقدمة العظيمة دي متشكرة لك بجد. تعالي نقول بقى خشي في الحلقة بقى. خش بقى الحاجات اللي يوم الخميس اللي فات كان فيه مسيرة قدام مجلس الوزراء علشان الغلا. يمكن أميرة عندك فكرة أكتر. الستات كانوا يعني إحنا لما فكرنا الحقيقة نتكلم في الموضوع ده قلنا نكلم ربات البيوت اللي قاعدين بيتفرجوا علينا وإحنا هنا هنتناقش معاكم باعتبارنا على رأي المثل الشعبي كلنا في الهم نساء أو كلنا في الهم ربات بيوت. كان في مسيرة يوم الخميس اللي فات قصاد مجلس الوزراء عملها ربات البيوت راحت مسكت الحلل والكسرولات ووقفت تخبط قصاد مجلس الشعب كأنها بتقول لهم اسمعوا صوت ربات البيوت اللي مكويين ومحروقين من الغلا. يا اخبار الغلا معاك يا منى؟ اخبار الغلا احكي لنا حكايه كرتونه البيض والنكته اللي طلعت عليه بيقول لك كرتونه البيض ب 25 جنيه. قال لك في الفيسبوك كتبوا كده قالوا لما كرتونه البيض توصل 20 جنيه بقى اكيد الفرخه خريجه مدرسه لغات لانه مش منطقي ابدا ان كرتونه البيض تبقى ب 26 جنيه. امال الفاصوليا تبقى ايه؟ خريجه جامعه امريكيه اكيد يعني. بيقول الفاصوليا بس ب 20 جنيه؟ 20 جنيه والبرقوق 25 جنيه ويعني ربنا يعافينا بجد يعني. والطماطم يعني طب ايه بنعمل ايه يعني الغلا يعني دلوقتي لما الدنيا الاسعار تقعد تغلى كده خلوني اكلمكم بالبلدي. الفلوس هي تساوي بتشتري ايه يعني الجنيه
يبقى جنيه ولا تعريفه لما اشتري بيه. لما كنا زمان بنشتري زمان وانا تلميذه في ابتدائي، لما كنا بنشتري العشر بيضات بقرش، وكان الجنيه الذهب باربعه جنيه ونص ورق، وكان فدان الارض بمئة جنيه، كان الجنيه جنيه، كانوا يسموه جنيه الجبس. النهارده الجنيه ملوش قيمه لانه ما بيشتريش. طيب لما تغلوا الاسعار تبقى انتوا بتخفضوا دخولنا واجورنا من غير ما تقولوا لنا. في ناس بتقول لك ما ترفعليش الاجور بس ما تغليش كمان عليا، يعني انا مش عايز يا سيدي تغير لي ترفع لي مرتبي، بس كمان غلى الاسعار يعني ما ينفعش. يعني في ناس مثلا بتسكن في شقه ايجار ب 400 جنيه وهي بتقبض 200 جنيه، تخيلي، او 250 جنيه. كان في يعني زمان عايز يحط على مرتبه عشان يسكن، بس مش هنقول ياكل. بالظبط كده. كان في زمان شعار رفع القوى السياسيه اسمه ربط الاجور بالاسعار. ربط الاجور بالاسعار يعني ايه؟ ما تقوليش انا هديكي 10000 جنيه وتخلي علبه السجاير ب 200 جنيه فتبقى ضحكت عليا. بلاش سجاير، هنقول الناس تاكل. كيلو السمنه، كيلو الطماطم، كيلو اللحمه. زمان في السبعينات كان في مظاهرات بتنزل في ميدان الجيزه وميدان التحرير، تجعر جدا وتقول بصوت عالي سيد مرعي يا سيد بيه، كيلو اللحمه بقى بجنيه، وكان وقتها لسه ما وصلتش جنيه، كان نوع من انواع شحن الغضب والمبالغه. طب النهارده كيلو اللحمه بكام؟ طيب لما ترفعوا الاسعار او تسيبوا الاسعار ترتفع، ما ممكن حد يرد عليا يقول لي طب واحنا مالنا، ده الاسعار التجار هم اللي بيرفعوا الاسعار. لما تسيبوا الاسعار ترتفع من غير سيطره عليها يبقى انتوا بتشاركوا في تخفيض دخول الناس، واحنا كربات بيوت احنا اللي بنكوي، صح؟ تمام. بتعملي لما تيجي تمسكي ميزانيه كده وتكتبي دخلك، بتعملي ايه في قصه ارتفاع الاسعار دي؟ بتحسبيها ازاي؟ الحقيقه احنا بقالنا فتره على كده، المشكله في اللي جاي. يعني دلوقتي عندك ارتفاع في البنزين والسولار، يعني الناس على كل المستويات، اللي حاطط بنزين او اللي عنده عربيه بيرزق منها، الناس على كل المستويات تعبانه. فبيطلبوا من الحكومه بقى حاجه، بيقولوا بلاش يعني الحكومه تطلع تعتذر، لان احنا مش عايزين اعتذار، احنا عايزين بس حتى شويه شفافيه وافصاح عن الحقائق ومصارحه. فاحنا النهارده هنتكلم عن موضوع الاعتذار، هل ينفع ان احنا يبقى عندنا ثقافه الاعتذار؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طيب قبل ما اخش معاكي في موضوع الاعتذار اللي هو موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا، عايز اقول بس حاجتين. عايز اقول ان الجامعه الامريكيه، طلاب الجامعه الامريكيه اللي ابتدوا الدراسه من اسبوعين ثلاثه، في الاسبوعين ثلاثه دول عملوا ثلاث اضرابات شامله جامعه منعه، وقفلوا الجامعه وصرخوا باعلى صوت وقالوا المصاريف زادت. طبعا ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا هيقولوا ده بقى أولاد علية القوم وبيدفعوا فلوس كتيرة، يفرق معاهم الأسعار إيه؟ لا، تصوروا إن رغم إنهم مفروض بين قوسين إن أهليهم مقتدرة وبيدفعوا مصاريف عالية، لكن ارتفاع الأسعار خلى حتى الناس دي تصرخ. وطبقا للمثل الشعبي اللي بيقول كل برغوت على قد دمه، في ناس هيزعلوا إن الرغيف بقى من شيلن لعشرة ساغ، وفي ناس زعلانين لأن مصاريف الجامعة الأمريكية طلعت، وفي النص في 100 شريحة بتتلوى على الجنبين بتقول الأسعار. منى صديقتي العزيزة قالت السولار والبنزين، بجد السولار والبنزين، وإحنا سألنا في حلقة من أسبوع وقلنا يا جماعة هو إحنا استهلاكنا للسولار زاد ولا إيه؟ إيه سبب الأزمة؟ ولا إنتاجنا قل، ولا بتستوردوا، ولا بتصدروا، ولا إيه؟ إنما خلوني أقول لكم إن المصريين كلهم حاطين إيديهم على قلبهم ومرعوبين، لأن رفع أسعار السولار ورفع أسعار البنزين هيترتب عليه رفع أسعار السلع والخدمات كلها. يبقوا الناس اللي بيقولوا لنا عايزين يرفعوا الحد الأدنى للأجور ل 1200 جنيه في الشهر، هيرفعوا لكم الحد الأدنى ل 1500 وورق تطبعوا المطابع، ويبقى فيه تضخم والدولار يرتفع والغلا يزيد. باسم ربات البيوت وأصحاب المعاشات اللي دخولهم ثابتة، وباسم الموظفين وشرايح كتيرة من المجتمع، بجد احنا مش حمل ارتفاع اسعار تاني. مش انت قلت ارتفاع عشوائي يا اميره، يعني تلاقيه في منطقه مثلا اذا بنتكلم عن فاكهه معينه ب 20 في حته، في حته تانية ب 10. ما هو ده معناه ان احنا بين ايدين التجار، ان في احتكار من التجار، مفيش رقابه وبيلعبوا بينا سيطرة. الكوره يا جماعه، الثوره قامت وقلتوا عداله اجتماعيه واحنا صدقناكم. العداله الاجتماعيه الف به فيها انكم تراعوا دخول الناس، وانه ما يبقاش فيه غلا بيحرقنا كلنا. اللي بيشتري قلم رصاص بيتحرق، واللي بيشتري عربيه بيتحرق، واللي عايز شقه بيتحرق. الكلام ده ما ينفعش. هتعتذروا؟ طب على راي منى هتقولوا لنا بشفافيه بيحصل ايه، ولا هتسيبونا احنا نتكلم وانتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه؟ بيعتذروا يا منى؟
مش مهم الاعتذار، المهم فعلا حاسين ان في خطأ معين او في مشكلة ما لازم عايزة حل. احنا كلنا مصريين، واذا كان الغني بيشتكي مرة فالفقير بيشتكي 20 مرة طبعا يعني، طبعا. فمش مهم الاعتذار هنا. بس احنا النهاردة نتكلم عن ثقافة الاعتذار. انت بتعرفي تعتذري؟ جدا جدا، من قلبك يعني، مش طق حناك، مش من البق يعني كده. لا سريعة الفيق يعني، ممكن احس بغلطي على طول في ساعتها، او لو تقولي لي وابقى بجري ورا يعني. أميرة بقى جميلة ساعات أقول لها إيه، أكلمها في التليفون أما أخلص، أنا غلطت في كذا، ويعني دخلت عليكي في كذا، تقول لي انسي مفيش حاجة، يا خلاص مفيش موضوع أصلا. فهي متسامحة من قبل ما أنا حتى أتكلم معاها، لكن أنا ببقى حساسة جدا على علاقتي بالناس لا يعني. هي مش متسامحة. خليني أقول لك الآتي، أنا بجد يعني بصرف النظر عن موضوع حلقتنا اللي هنرجع له حالا، أنا بجد بزعل من اللي قاصد. يعني لو في أيوه حد قاصد يضايقني بزعل، لكن كلنا بنغلط في حياتنا عموما. فلما يبقى الواحد مش قاصد وبعدين ينتبه ويفوق كده ويعتذر، وساعتها بحقيقة الاعتذار ما بيبقالوش أهمية. هي ثقافة مش موجودة في مجتمعنا عموما. احنا ربنا يعني البعض يعني ربى اولاده على انه ما يعتذرش، لو غلط في المدرسة روح وخش فصلك وانا هتصرف، لكن ما تقولش اسف. الولد انت راجل، انت ما يصحش تعيط، انت ما يصحش تعتذر. فبالتالي بيبقى زوج برضو صعب جدا ان هو يعتذر لزوجته لو اخطأ في حقها. الحقيقة الستات والرجالة المتجوزين بينهم نظريات شائكة جدا هنناقشها مع ضيوفنا في شأن الاعتذار. الراجل لو اعتذر يقول انا لو اعتذرت لها تركبني وتستهين بيا، وهي تقول لو اعتذرت له يتفرعن ويتعود على كده. ونصايح ويتعود على الام كده، بقى الحنة ونصايح بقى، الامهات اوعي بقى، بقى تعتذري له الامهات ولا الشريره بقى اللي ايه بتخرب البيوت بقلب بارد، اوعي تعتذري له لحسن يستهون بيكي، اوعي تعتذر لها احسن تستقل بيك. مع ان الاعتذار جزء من ثقافه، من يعني سلوكنا البشري. لما اغلط اعتذر، واعتذر بجد، اعتذر من قلبي، اعتذر بشجاعه، ما طقش حناك. خدوا بالكم اللي بيعتذر كتير قوي ما بيبقاش قاصد الاعتذار، هو بيعتبر ده مخرج يخرج منه من زنقه الخطا. اذا كنتوا عايزيني اعتذر فانا هعتذر اهو، لكن مش مقتنع. بالظبط كده، لكن لازم يكون مؤمن من جواه ان هو اخطا، وانه في بيقدم ندم، الاعذار في ندم، بشكل منطقي و في ندم وفي ادراك انه ضايق الناس او وجعهم. طيب اصدقائنا على الفيسبوك، ارقام تليفوناتنا 23 23، واصدقائنا في البيوت واصدقائنا على الفيسبوك، صفحتنا موجودة معاكم ومنتظرين تواصلكم وآرائكم في شأن ثقافة الاعتذار. هل احنا مجتمع بيعرف يعلم الناس ثقافة الاعتذار ولا لا؟ وسؤالنا على الفيسبوك، هل تعتقدوا أن الاعتذار أسهل على المرأة من الرجل؟ نعم لا أحيانا، تفتكري إيه؟ أعتقد في مجتمعنا أسهل على المرأة، وإحنا اللي ربينا الثقافة المغلوطة دي عندنا. أنا موافقة برضو، أنا شايفة أن الستات بتعرف تعتذر أسهل، وأحيانا برضو كيد النساء بيخليها تعتذر عشان تبلف الراجل والدنيا لكن تمشي. ما يبقاش في ما في ما صدق تبقاش في مقتنعة الاعتذار. قوي، خدي بالك ما تبقاش مقتنعة انها غلطانة، بس هو عمال يجعر وشايفها غلطانة، فهي تقرر ها تنحني يعني للعاصفة وتفلت باعتذار. ده هنناقشه كله مع ضيوفنا النهاردة. مين ضيوفنا يا منمن؟ ضيوفنا النهاردة دكتور أحمد عمارة، استشاري الطب النفسي، والكاتبة الصحفية أستاذة منى نشأت الحالمة الرقيقة جدا. وموضوعنا الرئيسي فن الاعتذار، وبجد احكوا لنا تجاربكم على صفحتنا على الفيسبوك، وقولوا لنا بتعرفوا تعتذروا ولا لا، وإيه ألطف اعتذار وإيه أبوخ اعتذار. يعني في ساعات اعتذارات تيجي في الأفلام كده، مش عارف مين يعمل يافطة قصاد بيت حبيبته يقول لها أنا آسف، يجي إعلان مش عارفه كاتب لها ايه على شراع مركب. الحاجات دي بتحصل في الدنيا فعلا، والناس بتعتذر اعتذارات رومانسيه كده، ولا شعرهم يخبطوا راسكم في الحيط. في كتاب لديل كارنيجي اللي هو كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، بيقول انه بيؤكد على ان الاعتذار بيوطد علاقه الناس ببعضها ببعض، والاحسن ان انا اكتشف غلطاتي وابادر بالاعتذار، زي ما بيقولوا كده الكيس من دانا نفسه، اللي يبدا بانه يفهم وما يمطلش بقى، ما يطولش في الاعذار وفي الاسباب، او يتأخر في تقديم الاعذار، ده برضه بيبقى مش كويس. انت عارفه كمان الاعتذار اللي بيلفت نظري جدا ايه؟ لما تعتذري لمن يتصور نفسه ادنى منك. يعني انا ممكن اعتذر لرئيسي انافقه، عايزه اكسب بونت فاعتذر له، انما لما تعتذري لحد ادنى منك وهو لا يتصور انك تعتذري له رغم انك اخطات، بتأسريه. بالظبط، الله يعني، وبيبقى اعتذار كده من القلب، انت تطيب خاطر، انت مكسوره له.
يعني لما تتكسفي له في الإقرار بالخطأ ده شيء مهم جدا. طب ده موضوع فقرتنا الرئيسية. جميل. بعد كده هننهي حلقتنا زي كل يوم بالستات ما بيعرفوش يطبخوا لكن بيتعلموا والحمد لله مفيدة بإذن الله تعالى. جاية بكرة تستلم مطبخها بقى وتشوف الطبخات والحكايات والروايات. يعني معانا ايه منمن في فقرة المطبخ؟ كان نفسي احكي حاجة عن الاعتذار كمان. جميل. عندنا وقت ولا كده على السريع؟ يعني كان في برضو قصة اتقالت عن أوباما ان هو كان في حوار تلفزيوني وبيقولوا له بيقول انا ما بعرفش في لعبه البولينج دي خالص زي ذوي الاحتياجات الخاصه. فلما ادرك غلطه اعتذر بشده وكان بيبدي اسفه وندمه على اوباما اعتذر. طب احنا مسؤولنا بيعتذروا ولا هيعتذر ولا هنعيش اليوم اللي نسمع فيه مسؤول يطلع يقول انا غلطت او انا غلطان وانا بعتذر او بستقيل؟ يا نهار اسود، ده احنا بنحلم بالمدينه الفاضله كمان. اعتذار معلش سريعا كده، اعتذار الزوج لزوجته على فكره، قالوا ان هو يعني بيظبط ضغط الدم عندها انه يبقى يعني عمرهم ما يعتذروا ويبقوا عايزين يموتوهم. انا اعتذر لزوجتك ده هيأثر عليها بشكل ايجابي جدا يعني ويظبط. الستات اللي جوزها بيعتذر لها ضغط الدم بيتظبط وحالتها، بينما اللي جوزها ما بيعتذرش ساعات بيجي لهم سكته دماغيه. وارجو ان الازواج الشريرين اللي بيسمعوني ما يعتبروش دي وسيله كيف تقتل زوجتك، فما يعتذرش خالص ويرفع لها الضغط ويبوظ لها دماغها. اخر حاجه في حلقتنا النهارده هيكون معانا مروه من القاهره، ومروه هتعلمنا في مطبخ الستات جمبري بالفلفل مع الرز وكيكه برتقال مع اللوز. ونطلع فوق، ادي صورهم اهو على الشاشه برضه. جميلة جميلة جميلة. الستات الشاطره شاطره برضه، تقدمها حلو قوي كمان، الستات المصريات شاطره. نطلع فاصل ونرجع نبدا فقرتنا الرئيسيه وفن الاعتذار. هل الاعتذار فن؟ هل الاعتذار تربية؟ هل احنا بنربي أولادنا على أنهم يعرفوا يعتذروا لما يغلطوا؟ هل الأزواج والزوجات بيعتذروا البعض لما يغلطوا في بعض؟ هل في أب شجاع يقدر يخش على بنته أو ابنه يقول له أنا آسف أنا تصرفت معاك غلط؟ هل مسؤوليننا ناويين إن شاء الله في قبل القيامة ما تقوم نسمع منهم أي اعتذار عن أي حاجة عملوها؟ ده موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة، فن الاعتذار. ضيوفنا بيشرفنا الكاتبة الصحفية الأستاذة منى نشأت، صديقتنا وصديقة البرنامج. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ بيك. والأستاذ الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيكم طبعا. وأبدأ بالطب بقى أو علم النفس. ودكتور أحمد، ليه الاعتذار بيكون صعب على بعض الناس؟ هل هي طبيعة إنسانية ولا هي بتفرق من شخص لشخص؟ لا، هو بيعتمد على المفهوم بتاع الاعتذار عند الشخص. في بعض الناس بيربوا على ان لو انا اعتذرت يبقى انا كده بظلم نفسي او بتهم نفسي بان انا مخطئ، وبالتالي هو بيبقى كبير عليه ان هو يقول انا مخطئ. في بعض الناس شايف ان انا طالما اعتذرت يبقى انا كده بضيع حقي، او ان انا بخلي اللي قدامي يبقى في موقف اعلى مني. هي ثقافة غلط، يعني هو بيكون مبني على مفهوم غلط. تلاقي الشخص يقول انا مستحيل اعتذر، وحتى لو عامل حاجه غلط تلاقيه بيتكبر انه يعتذر. ودي ليها اساس يمكن هيكون مفاجاه شويه للناس، ان اللي بيخاف الاعتذار او صعب انه يعتذر ده مؤشر الثقه بالنفس عنده بيكون في مستوى متدني جدا. لان الشخص الواثق في نفسه يعتذر او لا يعتذر، حد اتهمه او ما اتهموش مش فارق معاه. وبالتالي هو بيحس ان هو لما يعتذر هو كده، يعني مش احنا الثقة بالنفس ليها بالمقابل تقدير الذات، ان انا حاسس ان قيمتي عالية، وبالتالي انا شايف ان انا اخطأت، فعشان احافظ على قيمتي بقول انا اخطأت وانا بعتذر. لكن اللي عنده مستوى متدني من الثقة بالنفس تقديره لذاته قليل، وبالتالي بيشوف ان لو اعتذر انا بقلل من نفسي اكتر فبيخاف الاعتذار. يعني دي مسألة مرتبطة بالثقة بالنفس. أيوة. هنرجع لها. استاذة هنا بمنتهى الرومانسية، في كام راجل بيعتذر لزوجته ويجيب لها ورد بقى ويعمل لها الحركات دي، وفي كام ست بتعتذر لجوزها وتبقاش خايفة بقى انه يقرش ملحتها بالبلدي كده؟ ايه رأيك في الحكاية دي؟ طيب انا نفسي اقول بس ان الاعتذار عندي له مفهوم معين. الاعتذار للمخلوق شكل الاستغفار للخالق. يعني انا غلطت في حق ربنا استغفرت، انا غلطت في حق اللي جنبي اعتذرت. إذا الإنسان مؤمن وعارف يعني استغفار، يعني إيه من جواه كده بيغسل نفسه لما بيقعد قدام إيد ربنا وبيقول استغفر الله العظيم يا رب،
هعرف اقعد قدامك واقول لك انا اسفه. مش كبيرة عليكي خالص مطلقا، مش كبيرة على ربنا، مش كبيرة، لا مش كبيرة على ربنا، مش كبيرة على البشر، ربنا. مش كبيرة، مش كبيرة على البشر، وببقى اكبر لما بقول انا اسف. يعني احساسك بان انت بتعتذري زي ما الدكتور قال بالظبط، مش يعني مش كبيرة غير على الصغير، لكن بظن ان هي على الكبير مش كبيرة. الازواج والزوجات بيعتذروا لبعض بورد ورومانسية وحركات. تعالي بقى نقول الازواج والزوجات جنب الاعتذار في الناحية التانية، الوش التاني بتاع الاعتذار ايه؟ اللوم. لومك بيخليني اعتذر لك يا ما اعتذر لكيش. قد يلوم الزوج لوم يخلي الزوجة تقول طب والله ما معتذر. يعني نوع العتاب، الآخر العتاب، اللوم، التقريع، بيخليكي انت ماشية بالعربية واللي جنبك احتك بيك، لو اداكي فرصة هتقولي له اسفة، بس هو بيفتح الشباك ينطلق. طب خلاص انت ما تستاهلش اعتذرلك. في حد بيستاهل منك تعتذري له، في حد من لومه الشديد ما بيديكيش فرصة تعتذري. فعلا هحكي لك حاجة كده صغيرة. كنت محررة صغيرة، وكان أول أستاذ ليا كان الأستاذ محسن محمد الله يرحمه، كان رئيس تحرير الجمهورية، فدخلاله بغلطة صحفية، غلطة قاتلة، فمسكني أنت عملتي وأنت عملتي. قلت طب أنا أقدر أمتص شوية الكلام ده. قلت له دلوقتي طلبت مني 10 موضوعات، عملت لك 9 وغلطت في واحد، تقديري عندك 90%، اشكرني. لقيته ضحك. إذن أنت الطريقة اللي أنت بتستعمليها عشان تاخدي من اللي قدامك أكيد بتأثر عليه. معلش هقول بيت شعري كده في النص، بيقول لك أملى عتابا يستطاب فليتني أطلت ذنوبي كي يطول عتابه. بصي العتاب ساعات يبقى لذيذ لدرجة عايزة تغلطي أكتر. طب بمناسبة الرجل بقى والأزواج، أسأل دكتور أحمد، الكاتبة أحلام مستغنمي في كتاب نسيان بتقول ابتعدي عن الرجل الذي لا يعرف الاعتذار. إيه مشكلته الرجل اللي ما بيعرفش يعتذر؟ هو الشخصية مش الرجل، سواء كانت أنثى أو رجل، التي لا تعترف الاعتذار دي شخصية متعبة جدا. ليه؟ لأن هي دايما الشخص الذي لا يعتذر دايما بيلقي اللوم على غيره، هي الآخر هو الغلطان، دايما الآخر هو الغلطان. فتلاقيه متعب في التعامل معاه، ودايما بيلتقط كل أخطاء الآخرين ويعلق عليها ويتكلم عليها كتير. فالشخص اللي ثقافته ما فيش فيها اعتذار بيكون متعب جدا في تعامله، وبي يعني في الغالب بيكرر نفس الأخطاء بحاجة مختلفة. يعني النهاردة أبطلنا حجة معينة، هيعمل خطأ تاني بعد شوية، هيجي حد يكلمه هيمسك في حجة تانية برضو، المهم إن مش أنا سبب، وبالتالي الأخطاء بتاعته بتتكرر فتخلي اللي قدامه يفقد أعصابه بسرعة، والنتيجة بيبني حيطة بينه وبين اللي قدامه، والنتيجة ما بلوك. كل ما حصل مشكلة وأسقطنا بنسميها إسقاط، فإن نفسي أسقطت الخطأ على حد غيري أو على ظرف آخر، بعمل بلوك أكتر، وبالتالي بيخلي اللي قدامي العلاقة تكون صعبة جدا في التعامل وتبدأ يحصل فيها فتور. هل الاعتذار أصعب على الست ولا على الراجل؟ الست طول عمرها بتعتذر، الست وهي سلسلة حياة من قلبها، يعني من جوه ولا كده طق هناك ازاي يعني فض مجال ازاي كده يعني اي كلام كده يعني لا لا الست طول عمرها عايشه سلسله من الاعتذارات، يعني عايشه حياه مطلوب منها ادوار، وقاعده بتعتذر للحياه عن انها بتعرف تعمل ده وبتؤدي ده وما بتقدرش بس تعمل بتقوله ده. اميره مهم، يعني لو حس اللي قدامك انك بتقولي كده وخلاص يلا انا عايزين نعتذر، انا اعتذرت بدون مصداقيه مش هيوصل. انا بتكلم على الاعتذار الحقيقي. ما هو الست بتعتذر اسهل ولا اصعب ولا الراجل بيعتذر اسهل؟ الاعتذار اللي بجد، بمعنى احساسي بغلطتي واعاده تقييم سلوكي وقدر الضرر الواقع على الاخر، يعني اللي هو العمليه الحقيقيه مش كده، مش الفانتازي. يعني ما انا حاسه ان وجود المراه في الحياه اعتذار للكون كله عن كل المساوئ اللي موجود فيه. يعني مجرد ان المراه موجوده في الدنيا ده اعتذار. اذا ودي حلقه شعر، يعني اقول لك هنا الحالمه ودي حلقه شعر. طب ننزل للواقعية، الست بتعتذر أسهل ولا الراجل؟ شدنا بقى للأرض. لا مش بتكلم على كده، هو على فكرة ملهاش علاقة بجنس. الشخص اللي واثق بنفسه بيعتذر أسرع. طب مين واثق في نفسه؟ برضو يعني على علاقة. على أرضية المفهوم اللي حضرتك قلته أنا دلوقتي أنا كده تقدر تديني إحصائيات. هقول حتة مهمة قوي، الاعتذار أصلا ما ينفعش يبقى اعتذار إلا لما اللي قدامي يقبله. يعني الاعتذار لازم يكون بصيغة أو بطريقة ترضي اللي قدامي، وإلا ما بقاش اعتذار أساسا. يعني ممكن أقول آسف أنا رفزه أكتر. الستات بتعمل كده فلا بد أن أنا يبقى عندي كمان ثقافة كيفية الاعتذار، فن الاعتذار بقى، أن أنا
أنا عندي القابلية للاعتذار وبالتالي أتفنن في عمل اعتذار يخلي اللي قدامي يرضى. ممكن بمنتهى البساطة أمسك إيد زوجتي كده وأقبلها، ده أحلى اعتذار. ده يغم عليها يا دكتور. ليه؟ طب عايز أسأل سؤال بمناسبة عشان بس نبقى أنجزنا في النقطة دي. إذن الاعتذار يحتاج طرف آخر أيضا متفهم. طبعا. لأنه أنا ممكن أعتذر جدا واللي قدامي يتعسف ولا يقبل. كنت لسه هقول يعني دي نقطة مهمة جدا. كنت هقول بقى اللي ما عندوش ثقافة الاعتذار نادر ما يقبل الاعتذار. لكن اللي بيقدر، اللي بيعتذر بيقدر، اللي بيعتذر بيقدر اعتذار. بيبقى يعني بيعتذر بجد، فبالتالي بيتقبل من الاخر الاعتذار. الشخص اللي هو اصلا ما عندوش ثقافه اعتذار، ما بيعرفش يعتذر، نادر جدا ما يتقبل اعتذار، ونادر جدا ما يسامح. طب واضح ان منى عندها تعليق، بس هناخد استاذنك ناخد تليفونات. ايناس مساء الخير. مساء الخير يا ايناس. استاذه ايناس، طب معانا مين؟ تيسير. أستاذة تيسير ولا أستاذة إيناس؟ ألو إيناس، إحنا ألو إيناس؟ إيناس معانا ولا ننقل على تيسير؟ ألو. طيب طب ناخد تيسير. يلا منى مساء الخير تيسير. طيب إحنا يبدو تأخرنا شوية ولا حاجة. طب خلي يعني إحنا معانا أستاذة فريدة. مساء الخير. ألو مساء الخير، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا زيك، وحشني والله. الله يخليك حضرتك حبيبتي. ايه راي حضرتك، هل الست اسهل في الاعتذار ولا الرجل يا فندم؟ لا انا بصراحه شايفه حسب الشخصيه، حسب زي ما دكتور يعني احمد لو وبعدين حسب كمان الحاجه اللي اعتذر عليها. لو لقيت اللي بيعتذر لك يعني هو عايز بس يعتذر عشان ويكرر نفس الغلط اللي عمله، طبعا مش هتقبلي اعتذاره. بالظبط. لكن لو 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 كان ندم حقيقي وحاجه مثلا مش كبيره قوي وكده طبعا. حضرتك بتعرفي تعتذري يا مدام فريدة؟ أنا والله هقول لحضرتك حاجة يعني مش قوي. مش قوي؟ آه. ليه؟ على حسب. لو أيوة ليه؟ أقول لك ليه، هقول لحضرتك ليه؟ ممكن يعني حد أكون أنا غلطانة في حق حد، أبروح أعتذر له وأقول له أنا سوري أنا ما عملت، أنا ما كنتش أقصد اللي حضرتك فهمته. أول أمال على حسب إيه؟ على حسب الشخص ولا على حسب القضية اللي بتعتذري عليها؟ يعني. القضية اللي عملتها. يعني لو مثلا غلطت في حد طبعاً لازم هعتذر له. تمام. لو حد فهمني غلط بفهمه ان انت يعني انا ما كنتش اقصد الحاجه اللي انت فهمتها كده واعتذر له. طب عايز اسال حضرتك سؤال، الغلط البسيط ولا الغلط الجسيم تعتذري عنه اسهل؟ لا بصراحه الغلط الجسيم. ليه بقى؟ لان طبعا هبقى اللي قدامي هبقى زعلان قوي، لكن الغلط البسيط بكلمة بكده بيروح، لكن الغلط الجسيم يعني مستاهل انه الواحد ينسى. طب وبتقبلي الاعتذار اللي بيتوجه لك في الاخطاء الجسيمة؟ انا بقبل الاعتذار بصراحة. يعني حضرتك شخصية متسامحة؟ انا بلتمس العذر للناس. ليه؟ لان كل الناس مليانة مشاكل. ففعلا لكن في ناس بقى حضرتك بعد اذنك يعني بيعتذروا عشان خاطر هم يعني مش تهمهم زي ما تقولي بيشتروا دماغهم فسوري. وبينافقوا الناس يعني، فيقول لك خلاص انا اقول لها سوري او اسف انا ما كنتش اقصد وكده، وبعدين يكرر اوحش منها. أوكي. نشكر حضرتك جدا استاذه فريده. استاذه فريده معانا منى من المحله. الو يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام يا منى، عالي صوتك شويه. ايوه انا منى من المحله. اهلا وسهلا بيك يا منى. انا عايزه اتكلم على اعتذار الازواج. انا جوزي راجل جميل جدا، ربنا يخليهولك، مثالي جدا جدا، بس المشكله دلوقتي مش في اعتذار الازواج. انا كنت عايزه الدكتور احمد اعرف مشكله كبيره قوي قوي. انا ابني هو الدكتور احمد معاكي يعني، بس حاجه يعني سريعه دلوقتي ولا بعد الحلقه في الكنترول ولا ايه؟ هو انا حاجزه عنده لابني، بس انا مش عارفه اوصل له، وابني موقف حياته وما بيذاكرش عشان عايز يقابله. الصوت واطي. طيب. شويه بس حضرتك سمعت السؤال. طب خليها بس كلمنا بعد الحلقه ان شاء الله هقول لك هنعمل ايه. طيب حضرتك سيبي بقى استاذ منى، سيبي تليفون حضرتك والدكتور احمد هيتصل بيكي بعد الحلقه، ويا رب يهون على الناس كل مشاكلها. ميرسي لحضرتك. معانا تليفونات تاني. خلاص استاذه منى نشأت كان ليها تعليق. كان ليكي تعليق في جمله كده. جمله كده قلتيها عجباني قوي، بتقولي اعتذار المسؤولين.
نحن أحوج ما يكون في بلدنا دلوقتي للاعتذار دلوقتي، من أول رئيس الجمهورية لغاية أصغر واحد في الشعب. على إيه عملوا إيه؟ من يوم ما الثورة قامت، اللي لبسها واللي أكلها واللي شربها، عارفة زمان ما كانوا يقول لك أدي البيضة وأدي اللي قشرها وأدي اللي أكلها واديني حتة، كله خد حتة. البلد فيها مشاكل ومحدش بيقول أنا آسف، محدش اعتذر لغاية دلوقتي عما يجري جوه بلدنا. المجاز معتبرين هم مش مسؤولين وهم مستلمينها كده ولا إيه؟ أميرة نعم علس، أنا عارفة أنك مضطرة تقولي كده. على سبيل المثال، مثلا في لجنة اختارت رؤساء تحرير، في منهم ناس كويسة جدا وفي منهم ناس سيئة جدا، إيه العيب أن أقول آسف غيرت الثلاثة اللي مش عاجبني دول؟ غيروهم طب ولا ما غيروهمش؟ هم أخونوهم خلاص، لكن بغض النظر بقى بعد كده لقيت في اللي أخونتهم دول ناس مش صالحة، من وسط كل مجموعة اختاروها في ناس صالحة وناس غير صالحة، لقيت 2 3 5 10 مش مظبوطين، التوزيع وطي والخسائر زادت، ما تقف تقول ستوب ستوب وابتدي غير. يعني أنا بختار ألم عشان يجيد الألم، لقيته ما بيوجدش، جايب في الفرح رقاصة، الرقاصة ما رقصتش، ما بتعرفش ترقص لي، غير الرقاصة. يبقى يعني الفرح خلص دكتور احمد. شو ممكن تقول حاجات كده في النص؟ دكتور احمد، ليه المسؤولين مش هقول المصريين الحقيقه، هقول العرب ما بيعرفوش يعتذروا لشعوبهم، رغم ان شعوبهم تعاني من ويلات تصرفاتهم العامه، ما اتكلمش على الحياه الشخصيه كده. هو المفروض اصلا الاعتذار يكون مش لما انا اعمل حاجه غلط، امال ايه؟ لما الاقي اللي قدامي زعل، زعل حتى لو ما عملش حاجه غلط. اوكي يا دي ما يعني دي مكانه يعني عظيمه. أيوة. يعني ده سامحها ايه يا منى؟ ده ايه ده احسان بقى، ده احسان على النموذج المثالي للاعتذار. انا مثلا دلوقتي عملت حاجه لقيت اللي قدامي انفعل، فاقول له انا اعتذر، هو في ايه؟ طب انا اسف، انا بس انا عايز اعرف ايه اللي زعلك، فيعرفني. طيب لما احنا خلينا الاعتذار لما انا اكون شايف ان انا غلطان، ضاع الاعتذار، ان كل حد من وجهه نظره شايف انه صح. بالظبط. لا لا استنى يا دكتور، صح. لا استنى والنبي، يعني دلوقتي طيب. انت حضرتك عايز المسؤولين لما يلاقونا زعلانين بصرف النظر من وجهه نظرهم هم غلطانين ولا لا، هم غلطانين ولا لا يعتذروا. ايوه هم ما بيعتذروش بقى واحنا وهم 60 غلطانين، مش شايف انه غلطان، قد يكون بيعمل حاجه صح ادت الى نتائج سلبيه، هو مش شايف ان انا غلطان، هعتذر ليه؟ ما الناس طول النهار والليل بتتكلم. ايوه ما هي دي النقطه بقى، بتشتكي يعني نشرب من البحر يعني. ما ده اللي بتكلم فيه. احنا عندنا ثقافه ان انا لا اعتذر طالما انا مش شايف نفسي غلطان. الاعتذار مش كده خالص، الاعتذار المفروض ان انا اعتذر طالما شفت اللي قدامي تاثر او اتاذى من اللي انا بعمله، وبالتالي ابدا اتعامل معاه بهدوء واوضح له وجهه نظري. هل ده تعالي لما ما يعتذرولناش ويعتبروا كده انه شربوا من البحر كده متعاليين علينا؟ ما اقدرش اسميه تعالي، لان التعالي نيه، قد يكون عدم فهم، قد يكون مش قاصد، قد يكون مش متربي على ثقافه الاعتذار، قد يكون متربي عليها بس متكبر يعتذر، دي حاجه في النيه بقى. انت عايزه تتكلمي بس هاخد التليفونات وارجع لك في نقطه الاعتذار والتكبر. هنرجع للنقطه دي مهمه جدا. امال مساء الخير. استاذ امال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا فندم. الو السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته يا فندم. ازي حضرتك؟ ازيكم يا جماعه، وحشتني كتير كتير. ميرسي لحضرتك يا فندم. كل سنه طيبين. حضرتك صيبت يعني الصراحه الحلقه انا بستناها من 15 سنه. يا الحلقه دي ليه بقى حضرتك عايزه تقولي ايه عن ثقافه الاعتذار؟ من يوم جوازها باين. يعني انا كنت بتمنى الاقي حلقه، وبشكركم جدا على حاجه زي كده. أنا بنشكر يعني الإعداد كمان يا فندم. الدكتور والدكتورة قوي قوي على الكلام اللي قالوه، وبعلق بقول يعني أنا متجوزة من 15 سنة، وأنا اللي دايماً أنا اللي بعتذر، وعلى غلطات بسيطة، غلطات غير بسيطة. طب والآخر لما حضرتك بيغلط بيعتذر لحضرتك ولا لأ؟ يعني الطرف الآخر بيعتذر؟ ما هي من أستاذ أمال؟ أستاذ أمال؟ استاذ امال يا ريت ترجعي لنا تاني نشوف جوز حضرتك ما بيعتذرش ليه بقاله 15 سنه. ناخد معانا اميره. الو يا اميره. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا اميره. والله انا اول مره اشترك في البرنامج، بس سعيده جدا اني عرفت اوصل لكم. ميرسي نورتينا. وبعدين بالنسبه للاعتذار احب اقول دايما الست هي اللي بتعتذر، وانا في حالتي يعني زوجي
تقريبا ما عملش حاجه عشان يعتذر عليها. طب نمسك الخشب. وصلنا المشكله ان هو المفروض يعتذر، او الغلط الجسيم اللي حصل المفروض ان هو يعتذر، اعتذر بطريقه تانية، ما قالش كلمه انا اسفه بس بين الاحساس بالندم. هل ده كفايه او الواحده تاخده على ان هو فعلا انت بتحسي انه كفايه؟ يعني ده ممكن تتسامحي لو حسيتي اللي قدامك حاسس بغلطه؟ والله انا الموقف لما اتحطيت فيه سامحت من اول لحظه، من اول لحظه سامحت، مجرد ان هو حس بالندم وقدالي انه دي غلطه مش هتتكرر تاني. صدقتيه يعني؟ جميل جميل. عشان صدقتيه قبلتي بسرعه اعتذاره. بس الواحده من جواها صعب جدا ان هي تسامح فعلا. هل دي مشكلة عندي أنا بس ولا عند كل الستات؟ دكتور أحمد إيه رأيك؟ أشكرك أستاذة أمينة. دلوقتي هي اعتذر جوزها أحس بالندم فقبلت بسرعة. لا بتقول دي عيب فيا؟ لا بالعكس أحييها. عايز أقول حاجة مهمة قوي، إن الإيجو أو الكبر أو اللي اسمه الشيك اليومين دول الكرامة اللي هي كبر أصلاً، طول ما يعني طول ما هو كبير أو حجمه جوه الإنسان عالي قوي مستحيل يعرف يعتذر أو قصدي يسامح أو يتقبل اعتذار. يعني احنا بنشوف اذا كنت مش قادر تعتذر بصوره قويه اعرف ان الايجو او الكبر عندك عالي قوي، اذا كنت بتسامح بسهوله اعرف ان انت انسان الايجو عندك في ادنى مستوياته، وبالتالي هي معناها انها عايشه راحه نفسيه رائعه وهاديه ومطمئنه. يبقى اميره انت عايشه راحه نفسيه عظيمه، واحنا بنتمنى لك يا رب دايما التوفيق. نكمل التليفون. وبتقبل الاعتذار شيء طبيعي يعني. طب ناخد تليفون معلش استاذه منى بس. ايناس مساء الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وبركاته. انا كنت بس بتكلم على موضوع الاعتذار، ان احيانا الاعتذار بيكون عن خطا او تجاوز لحدود اللي قدامي، او تجاوز او قصدي ان انا بجور على حق اللي قدامي. لما اجور على حق اللي قدامي دوم، في كتير احنا من المصريين او العرب عموما ما يعرفوش ان حق العباد ربنا بياخده في الاخر. جميل. وهو ده اللي قالته مدمونة، حقك ده عند ربنا، يعني حقوق العباد قبل اي حاجه. بالظبط كده. وانه يعني لما يوم القيامه ان شاء الله ربنا هياخد حقوقنا، فالبني ادم احنا كالعرب. استاذه ايناس انت بتعرفي تعتذري يا فندم؟ الحمد لله. وبتقبلي اعتذار الاخرين؟ ده فضل من عند ربنا. ده فضل من عند ربنا. عندك اولاد يا استاذه ايناس؟ لا الحقيقه مش متجوزه خالص. اوكي. طيب ميرسي لحضرتك جدا. معانا مديحه. الو الو مساء الخير يا استاذه اميره، ومساء الخير يا استاذه منى. اهلا يا مديحه. مساء الخير. حضرتك يا استاذه اميره بتقولي ليه الرؤساء بتوعنا في البلاد العربيه ما بيعرفوش يعتذروا؟ ايوه دول لهم جايين رغم انفنا، فاحنا نزعل، هم مش حاسين بينا اساسا. فلانه لو اللي قدامك حاسس بيكي كان بقى شيء تاني. اه اما فعلا الاعتذار ده شيء ربنا امرنا بيه، واحنا كمان قبل كده قبل كل حاجة المفروض نلتمس لأخينا المسلم 100 عذر لو غلط فينا، ده لو في بينا محبة. طب أستاذة مديحة أنت بتعرفي تعتذري يا فندم؟ طبعا، ومربية أولادي على كده. بتعتذري لأولادك؟ بعتذر لأولادي. لأولادك الصغيرين؟ يعني أنا لو غلطت في حفيدي ممكن أعتذر له، فيها إيه؟ ربنا يبارك لك فيه يا رب. وفي محبة بتربي فيه القيمة دي كمان. محبة دلوقتي لو سادت عندنا في البلد خلاص ما هيبقاش في مشاكل. طب أستاذة مديحة أنت عندك أولاد وبنات ولا بنات بس؟ عندي ولدين وعندي بنت وعندي أحساس صبيان وبنات. علمتي أولادك الرجالة إنه يعتذر لزميله ولمديره ولمراته من غير كبر؟ بجد انا نفسي كان مثلا كان في الامكان ان حضرتك تشوفي مثلا اولادي رؤسائهم بيقولوا عليهم ايه في ناحيه الاخلاق والاعتذارات، لان وبعدين انا مربيهم على حاجه ثانيه، انت في من الاصل ما تغلطش عشان ما تضطرش تقول اسف، يعني من الاول ما تغلطش. ربنا يبارك لك فيما يا استاذه مديحه، ويا رب الناس كلها تعمل كده، تعلم ولادها ثقافه الاعتذار وعدم التكبر. بنشكر حضرتك. احنا هناخد تعليقاتكم مره واحده على التليفون. فاضل مدام تيسير. الحلقه جت على الوجيعة. مدام تيسير رجعت تاني. مساء الخير. استاذه عفت، معلش اتقطع تاني الخط. استاذه عفت مساء الخير. ازي حضرتك يا فندم؟ ازاي الصحة؟ الحمد لله. ايوه ايه شايفة ان المرأة بتعتذر اكتر من أميرة. الراجل. مساء الخير يا منى. الحمد لله تمام. مساء النور. احنا سؤالنا على الفيسبوك بقى بلا بتعتذر ما بتعتذرش،
مفيش حد بيعتذر لحد. فعلا؟ ما بيحصل. الثقافة دي منعدمة يعني. الثقافة منعدمة جدا، مفيش ثقافة لأي حد في الاعتذار. يعني حضرتك شايفة كده، شايفة إنه ما إحنا شعب ما بيعتذرش. لو كل مرؤوس ورئيس يعتذر تبقى العملية تمشي صح. مفيش حد بيعتذر لحد، كل واحد. انت بتعتذري يا استاذ عفة؟ ان هو الصح. انت بتعتذري لاولادك لجوزك لاخواتك؟ طبعا طبعا. لو غلطتي في الشغاله تعتذري لها يا فندم؟ اكيد لجوزي ولولادي والاحفادي وكل حاجه. لو غلطتي في الشغاله اللي بتشتغل عندك تعتذري لها يا فندم؟ طبعا من غير تكبر. لكن لما يبقى رئيس يقول كلمه وما يعملهاش تعملي ايه؟ والله قولي لي انت اعمل ايه؟ حسنة ليك ولكل الناس. قولي لي انت. بتتكلموا على الغلاء وبتتكلموا على عدم اللي حاجات كتير يا اميره، ما انت شايفه وعارفه. انا شايفه وعارفه. ينفع. خلينا في الاعتذار. مرسي لحضرتك جدا. شامل الكل يا حبيبتي. الاعتذار شامل الكل. شكرا استاذه عفة. متشكره ليكي. حد مين هيبدا بالتعليق؟ سلمونا برضه. يعني لما الرئيس تكوني زعلانه منه استني ال 100 يوم وشوفي هيعمل ايه. سهله يا ال 100 يوم ولا لا؟ الدكتور قال لي كان احسن نظن ما كناش عارفين. عايزه ارد على الاولانيه خالص اللي قالت اعتذرت لجوزها بقى لها 15 سنه وهو ما بيعتذرش. بصراحه كده يعني في الحياه في منهجين، يا اما العين بالعين يا اما هتبتدي تعملي حاجه تانية. انا بقول في مثل جميل قوي كنا نقوله زمان، نقول يقتلك بالسم اقتله بالعسل. هو بيقتلها بالسم، هي تقتله بالعسل. هو ما بيعتذرش، هي بتعتذر. يا انت بتتكلمي على مكانه الاحسان برضو. بس يعني ليها يعني اخر يعني مش تعفو عن الناس، لا ده والله يحب المحسنين. وكمان حوكلك العسل، بس اذا بقى مش شايفاه بيستطعم تمتنع تماما بقى. مش 15 سنه ما ينفعش. لا لا لا، اصل 15 يعني سنه ما هي اكيد. بصي اصله ممكن يبقى في 7000 حاجه تانية كويسه يعني. هو خالي من العيوب بيعصب منها يعني زردت منها كده، لكن في حاجات تانية مخليها قاعدة مستحملة. معظم البيوت ما بتبقاش حاجة تانية حلوة، بيبقوا الأولاد حلوين. لا لا، ده ايه ده؟ فين الرومانسية؟ ليه كده؟ ده احنا فين ده؟ انا بقول انت الرومانسية بتاعت اللالا لاند وبتاعت النفوس. لا ساعات كده وساعات كده. نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نشوف فن الاعتذار بعد الفاصل. فن الاعتذار صحيح محدش بيعتذر لحد خالص زي ما واحدة من صديقاتنا قالت، ولا صحيح الستات بس اللي بتعتذر زي ما صديقتنا قالت، ولا المسؤولين عمرهم ما بيعتذروا زي ما أصدقائنا على التليفون. فن الاعتذار تربية ولا طبيعة ولا إيه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا الأستاذة منى نشأت والأستاذ الدكتور أحمد عمارة. أهلا وسهلا. دكتور أحمد عمارة، كان لي تعليق على حد من أصدقائنا اللي اتصلوا، لقيت أنا 15 سنة بعتذر. كنت عايز أقول إن الاعتذار له قسمين إنجاز التعبير، يعني قسم منه بيخليني أتضايق لو أنا ربطته بنتيجة من الشخص، إن أنا بعتذر ومنتظر ومتوقع رد فعل معين، فلو لم يأتي رد الفعل ده أصاب بالإحباط. مش فاهمة دكتور. يعني أنا بعتذر عشان عايز منه نتيجة معينة، عايز يتعدل بقى بدل ما لو يبوظ أو يبقى فيه وعود. وفي اعتذار تاني أنا. إن أنا ثقافة الاعتذار ومنتظر الثواب من ربنا، بطمن وبرتاح مهما اللي قدامي عمل. أنا بعملها خالصة لله سبحانه وتعالى. انا اعتذرت، هو قابل ما قابلش، انا عملت عليا. فده بيخلي الانسان يكون في سكينه ومطمئن مهما كان اللي قدامه بيجيب رد فعل اما سلبي او ايجابي. يبقى الاعتذار الكامل ان انا، لان في حته مهمه هنا، علماء نفس بيقولوا اول ما الانسان بيعترف بخطئه اول حاجه بيرتاح نفسيا، لانه بيشحن جسمه طاقه بوزيتيف، الطاقه السلبيه المكتومه جوه بتخرج، وفي نفس الوقت لازم يبقى له مخرج من الموضوع اللي هو فيه، لان الطاقه البوزيتيف لازم تجذب شيء بوزيتيف. لما انا اربط اعتذاري بشخص او برد فعل منتظره من اللي قدامي، انا كده الاعتذار ما طلعش خالص، ممكن يكون نتيجته سلبيه تاني. وبالتالي الاعتراف بالحق، طبعا كانوا بيقولوها نكته كده، فضيحه. الاعتراف بالحق فضيحه، دي منتشره بين الناس، لكن الاعتراف بالحق هو فضيله، وبيخلي الانسان فعلا على المستوى النفسي بيرتاح، وبالتالي كل حياته بتكون بصوره. خليني اقف مع حضرتك واسالك، يعني انا لما يبقى انا غلطت في جوزي وهو لاوي بوزه، ولاوي البوز ده بيجيب الفقر والنكد في البيوت على طول، يعني يقطع الخير، فانا اعتذر له بجد وانا مخلصه، فما يفرطش بوزه.
يبقى ايه الرساله اللي بيوصلها لي اني ما اعتذرش تاني؟ لو حضرتك اتضايقتي يبقى الاعتذار ما كانش خالص. لا انا كنت خالص، هو اللي مش خالص، هو مش قابل الاعتذار. لا بغض النظر، ما هو في نقطه مهمه جدا، انا مش مطالب ان انا اتحكم في اللي قدامي، انا مطالب مع نفسي. لو انا اعتذرت لحد وبعد ما ردش او لم يتقبل اتضايقت، يبقى الاعتذار ما كانش خالص، ما كانش من قلبي جوه. طب ما انا بقى بتعاقب كده، نخلص النيه تماما، بتعاقب كده دي مرتبه يعني. وانا اللي عاقبت نفسي لان انا ما كنتش مخلص، انا كنت بعمل سبب، يعني انا شايف ايه اللي هيخليه يكون مبسوط. اعتذرت، يلا اعتذرت اهو، فلما اعتذرت ما جابش نتيجه هتضايق. لا انا بقى هو معلش انا بقى ادقق مع حضرتك في الجزئيه دي. انا اعتذرت بنيه خالصه عن اعتراف بالخطا كويس. لكن من حقي ما اتعاقبش تاني ببوزه عليه، ما حضرتك قلت عليه ان يتقبل يعني مع الزوجه والزوج يجي يدلها او يعتذر لها برضه. لو انا كان اعتذاري خالص من قلبي هكون مرتاح بصرف النظر عنه، بصرف النظر عن اللي بيعمله لله زي ما منى بتقول. طالما انا مرتاح مستحيل يضايقني حتى لو بوز. ان شاء الله لو عمل ايه اعتذره بسبب يعني بقلب خالص، واللي بوز يبوز بقى براحته. بيقول في القران يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، ركز على نفسك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لو انا عملتها خالصه من قلبي قوي وهو ضرب بوز لسه او لسه مستمر في اللي بيعمله، او يقول لك انا مش بزرار وبتاع والجو ده، هيطلع مني تصرف يخليه يطمن او يرتاح. يعني انا اتصرفت لك خلاص بقى، ما فوت، ما كبر بقى، اقولها بطريقه فيها احترام فيها رقي. لكن لو انا قلتها لسه، يعني انا اعرف ازاي ان الاعتذار خالص من القلب ولا لا، رد فعله اثر عليا سلبي وما كانش خالص من قلبي. طب ده هيخليني اسال الاستاذه منى حاجه، يعني قبل السؤال بقى هقول في نفس النقطه دي، هقولها اجتماعي بقى مش علم نفس. دلوقتي استعرت الصفات دي، اسوأ حاجه بتحصل في الكون. معروف ان النكد صفه نسائيه شويه، يعني معلش انا مع الستات كتير، بس اللي بتنكد كتير الست. الراجل المفروض ان يعني بيفكر في حاجات تانية، وانه يبقى دماغه كبيره. الرجاله هم النكديين اهو، لما الراجل ينكد بقى مصيبه كبيره، بيستعير صفه فبيوجدها ويتقنها وبيبقى فظيع فيها. لا مش فاهم دلوقتي صفة الست، يستعير صفة ايه بقى؟ يستعير الصفة دي مفروض انه مش نكد. لما بياخدها من الست بتعمل كده، لما بيستعيرها وكل حاجة الست بتبقى رقيقة وناعمة. شوفي لما بتشوفي راجل رقيق وناعم مش لذيذ، مش مظبوط كده؟ بالظبط كده الست مفروض ان هي بحكم بقى مشاغلها وهرموناتها وحملت وولدت ورضعت، فغصب عنها بتبقى شوية منكفة كده، فيها حتة منكفة. لو الراجل هو اللي بقى مناكف، يا سخافتك، بيبقى سخيف. انا كنت هسالك، فمهما بتعتذري لما تعتذري بقى ممكن تتصالحي، بس ما بيحصلش تسامح. في فرق بين التصالح والتسامح. مظبوط. إيه رأيك؟ مظبوط، في فرق كبير. ايه الفرق؟ بتمشي حياتك، بتمشي ما الدنيا. انت بتتكلمي عن اللي جوه البيت دلوقتي، مش عن اللي بره البيت. البيوت يعني مبدئيا بره البيت حقك مش مصالحه ما تتسامحيش، بس جوه البيت انت مضطره، لان في حياه مضطره طبعا. مضطر يا دكتور؟ ستات مضطرة تعتذر؟ طبعا الاثنين مضطرين. انا يمكن اختلف معاكي، معلش. بيجي لك ناس حضرتك يا دكتور، بيجي لك ناس يقولوا لك انا مضطرة اعتذر ورجلي فوق رقبتي، تقول لهم ايه؟ ده ربنا يكون في عونه، هو اللي عامل في نفسه كده، هو اللي عامل في نفسه. اولا انا لما اعتذر برتاح، انا لما سامح بطمئن جدا. يعني اي حد عاوز يولع في نفسه ما يسامحش، مش لو كان غلط هيفضل كل اي مش لو كان غلط ضايق انا اولع الدنيا واعليها جوه نفسي. ازاي يا دكتور يعني انا اعتذر على حاجه ما عملتهاش؟ هقول لك على حاجه. انا دلوقتي يمكن، ودي قصه حقيقيه حصلت لي في يوم من الايام، كنت داخل مشروع كبير وحصل عمليه نصب ودخلت في مشاكل واواضي والدنيا باظت معايا. اموت في القضايا. حلو أنا كلام بس كده عشان بيضاويه. انا ما ارتحتش وحياتي اتظبطت الا لما سامحت، رغم ان انا كنت نفسي امسكه عشان اعمل فيه واعمل واعمل. بس ده سماح غير مساله، يعني معلش خليني بس عايزه تدريب وصفاء. لا بنلعب على مفاهيم في فروق رفيعه بينها قوي. يعني انا منى تغلط فيا، فيبقى قصادي طريقين، يا الانتقام يا العقاب يا السماح. انا انصح الناس كلها بالتسامح، اقول اشتري نفسي، لان انا طول ما انا في مرحله العقاب انا بخانق روحي وبحرق في دمي وادرينالين وبتاع. ده موضوع. لكن الموضوع التاني انت عايزني اعتذر عن حاجه ما عملتهاش، ده ظلم. حلو. لا ده ظلم، مش حكايه كده. انا بس في حته مهمه عايز الفت انتباه ليها، لازم ننشر ثقافه التفريق ما بين الفعل والفاعل. ازاي يا فندم؟ يعني الفاعل الانسان عمل حاجه وحشه بالنسبه لي، هو بالنسبه لي انسان انا مسامحه، انا زعلان من الفعل،
كويس؟ فانا حتى لو اعتذرت بعتذر له، بس الفعل ده انا مش قابله ولن اقبله، بس انا بتسامح عشان اعرف اعيش معاه حتى لو بيعمل فعل. يعني قبول الاعتذار مش معناه قبول الفعل في ذاته. ايوه مش معنى ان اعتذرت ان انا اقبل الفعل، بالعكس. او اني صفحت صفح جميل. أيوة. يعني مش معنى اني سامحت ان انا اقبل الفعل. طب وماذا لو اتكرر مره واثنين وعشر؟ حلو جدا. لما انا دي حته نفسي بس الناس ياخدوا بالهم منها، لما انا اللي قدامي يكرر الفعل مره واثنين وثلاثه اعرف ان اسلوبي معاه كان غلط. العيب مني، لازم اعرف كده. العيب مني. ايوه دي حته مهمه جدا. ليه؟ لان كل انسان مسؤول، يعني انجاز التعبير، انا بتعامل مع حضرتك، التعامل اللي بيننا مخلوق تاني، مين اللي بيحكمه؟ انا وانتي. لو انا اتضررت منه يبقى انا عملت حاجه غلط ضرتني، ده مخلوق تالت بيننا. عشان كده ربنا لم يسمح لمخلوق يأثر على مخلوق تاني. انا ممكن اخلي العدو بالنسبه لي ولي حميم لو حكمت التعامل معاه وهو عدو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. لما الاقي لسه بيعاملني وحش يبقى انا في حاجه ما دخلتلوش منها صح. ايه رايك استاذه منى؟ يعني لما عشان معانا تليفونات بس لما قلت ان في كائن بيننا احنا الاثنين، بين الاثنين دول في كائن، واحد قاعد يديله بالبوكس من ناحيه فمبوظ له وشه خالص، والتاني ماسك قطن وقاعد يرمم، طب ما وشه باظ. ايه ما هو ده وشه باظ خلاص. اللي بيهاجم كان اقوى من التاني، كان اقوى من اللي بيدافع. انا دلوقتي بتعامل مثلا مع شخص عاوز يؤذيني، يعني خلينا ناخد مثال رائع زي الشخص اللي كان بيلقي بالقاذورات قدام سيدنا محمد عليه الصلاه قدام البيت، وكل شويه كل ما بنته تطلع تنظف يطلع يرمي قاذورات تانية. خلاص ايه اللي حصل؟ انا لما تعب طلعت عملت له حاجه بالنسبه له ذات قيمه، انا جاي ازورك. لما لقاها ذات قيمه عنده عاليه قوي فاق، انا كده بفجر الحته الايجابيه ناحيته معايا. لما انا، وبعدين دي حته مهمه جدا، ادفع بالتي هي احسن، او ان انا اتعامل مع ناس بالطريقه الكويسه مش من وجهه نظري. لان ساعات ناس بيقولي يقول لي والله العظيم يا دكتور انا بقى لي 20 سنه بدفع بالتي هي احسن، بقوم راملها قنبله او راميله قنبله، اقول له يعني ربنا بيكذب؟ لا، اقول له خلاص انت فاكر انك بتدفع بالتي احسن، هي معادله. يوم ما تدفع بالتي هي احسن صح هيبقى ولي حميم. يبقى انت بتدفع بالتي هي احسن من وجهه نظرك انت. ما انا ما اعرفش اتصرف من وجهه يعني نظري دايما. لا دايما بنقول ايه، لو انا بتعامل مع ارنب ما ينفعش ادفع بالتي احسن اجيب له بيتزا واجيب له كباب، ما ينفعش، لازم اجيب له جزر زي المدرسه. ايوه يبقى انا لازم ابقى عارف. انا بعاملك كويس عشان ربنا لكن انت ما تستاهلش. كده دافع بالتي هي اسوء. بالظبط. ده تكبر على فكره. لما اقول لحد على فكره انا بعاملك بس عشان ربنا، ده منتهى التكبر. انا بتتكلم. طب اسمحوا لنا ناخد تليفونات بقالهم كتير جدا. سهام مساء الخير. استاذه سهام بقالهم كتير الحقيقه. طب معانا مين؟ طيب معانا ايمان، معانا سهام. الو يا سهام. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا منى؟ ازيك يا اميره؟ حاسين جدا. الحمد لله. الله يخليكي يا حبيبتي. وانت كمان احييكم على الموضوع الجميل بتاع النهارده. الله يكرمك. انا من سالت معاكم النهارده عشان اقول لكم كان حصل لي موقف امبارح في الصبح. زمايلي كانوا بيعاتبوني ان انا دايما بعتذر ودايما بسامح، فانا قلت لهم الاعتذار قوه والتسامح منتهى القوه. صحيح. صح. وطي التلفزيون شويه عشان بس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اكون غلطانه هعتذر. ايوه حضرتك، انا هوطي التلفزيون. بمعنى ان لو انا غلطانه هعتذر حتى لو كان الاعتذار مش لفظي، حتى لو كان الاعتذار فعل. لو كان الاعتذار فعل، حتى لو كان الاعتذار فعل. جميل. حاجه لفظيه يعني، مش ضروري اقول اسف، ممكن اغير من نفسي، ممكن احاول ارضي اللي قدام باي شكل. يعني حضرتك بتعتبري ان الاعتذار ما بيوقفش عند حدود الكلام، ممكن الواحد يعتذر بطريقه واقعيه. ايوه. اما قمه القوه في التسامح ليه؟ لاني انا لما هفتكر مثلا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان بيسامح، لما سامح المشركين وسامح اليهود. هفتكر العظماء والسابقين لما كانوا بيسامحوا على المشاكل اللي كانت بتحصل لهم، انا اكيد مش احسن منهم. لكن ما بتحبيش تفهمي اللي قدامك غلطه عشان يتعلم منه، عشان نتعلم ثقافه بس يعني معينه، يعني انا غلطت. أيوة اعتذر. انا 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 عن نفسي يعني من 15 سنه كنت استحاله اعتذر لحد، بس فجأة كده حسيت ان الاعتذار ده هيديني قوة. استاذة سهام حضرتك متجوزة؟ نعم. متجوزة حضرتك؟ ايوه حضرتك متجوزة. وعندك اولاد؟ وعندي اولاد. تعتذري لاولادك الصغيرين؟ اولاد صغيرين وبعتذر لهم لو غلطت في حقهم. فعلا ما بتحسيش بقى انك ماما وما يصحش وكده؟
جميل. لا هم يعني انا بحاول ما غلطش معاهم الحمد لله يعني الحمد لله. بس لو زعلت حد فيهم بحاول اعتذره بفعل مش شرط بالكلام. ميرسي لحضرتك يا استاذه ايمان. معانا الاستاذ جمال. استاذ جمال، استاذ جمال اعتذر. الو، التليفونات طيب. الناس مقبله على الحلقه بشكل حنان. حنان الو، لازم نعتذر. اي حنان ازيك يا استاذه اميره؟ ازيك يا مدام منى؟ اهلا يا حبيبتي. الحمد لله تمام. ايه اخبارك مع الاعتذار؟ لا ما فيش مشاكل تحت امرك. اتفضلي. تحبي تقولي ايه؟ الست فعلا بتسارع بالاعتذار ولا الرجل اسرع؟ بصي حضرتك، هو نسبه الاعتذار بالنسبه لي مسؤوليه. المسؤوليه ديت ان انا عملت حاجه غلط لازم اعتذر عنها، ودايما الانسان الغير مسؤول ما بيعتذرش لانه مش حاسس بقيمه الحاجه اللي عملها غلط. وبعدين انا دايما اقول لاولادي الاعتذار افضل من الاسف. حضرتك عندك ولاد وبنات ولا اولاد ولا عندي بنات ولد بس؟ وبنت. نعم، عندي ولد وبنت. طيب حضرتك علمتي ابنك انه يعتذر وما يتكبرش؟ لا، علمته الاول قبل ما يعتذر انه ما يغلطش. انه ما يغلطش. الغلط بيجيب اسف والاسف بيجيب اعتذار، والاعتذار دوت برضو في حبه ندم. للاسف في ندم اكتر من الاعتذار. طب الرجاله بتعتذر للستات اكتر ولا العكس؟ لا للاسف احنا، لان المسؤوليه علينا اكبر، ولو انت قصرتي في مسؤوليتك لازم تعتذري. الراجل دايما بيحب يشوف ويتقبل وما يقدرش يقبل منك التقصير. اوكي، ميرسي لحضرتك يا استاذه حنان. الرجاله فعلا الستات مسؤوليتها اكبر فهي بتعتذر اكتر. هل ده المدخل كثرة الاعتذار الحريمي؟ المسؤوليات الانسان هو اللي بيحددها في حياته، فممكن يكون راجل شايف ان مسؤوليته اكتر، مدخل نفسه في حاجات كتير اكتر، او الست، فدي حاجه خاصه بكل انسان. لكن هو المفروض ان الاثنين عندهم توازي في العلاقه وتوازي في التربيه وتوازي في كل المسؤوليات. طيب قبل التليفونات منى، المجتمعات المتوازيه منى، الرجاله والستات مين بيعتذر لمين اكتر ومين اكثر مسؤوليه ومن ثم اكثر اعتذارا؟ اكيد الست بتعتذر اكتر. ليه؟ مضطرة. بتغلط أكتر ولا إيه؟ لا لا، ظروف حياتها بتخليها مضطرة إن هي تعتذر. مضطرة. مضطرة من أجل أولادي. طب أنت حتى تبقى مضطرين، ده مش صحي من أجل خالص. أولادي. ما هو مش صحي. مش صحي خالص إن أنا أعتذر يعني من غير نية صادقة وحقيقية وإحساس بالخطأ. عشان كده هتلاقي في عيادتك لا في نية أكتر. ما بتقول لك مضطرة يعني هي عايزة تمشي الحياة، بدي نية برضه إنها تمشي الحياة. كتر الاضطرار بيعمل مشاكل نفسيه كتير. اكيد طبعا الواحد يكبت ودمه يتحرق. طب خلينا نقف عند النقطه دي نقطه مهمه جدا. بيعمل مشاكل نفسيه. معانا كريمان. استاذه كريمان الو، مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، اهلا بيكي. بقول لحضرتك انا شايفه ان الاعتذار ده ثقافه اصلا، يعني انا عندي سواد ان انا اعتذر لو فعلا انا حاسه ان انا غلطانه او غلطت في حد في حق حد. انا ممكن اعتذر لاولادي، وده فعلا بيحصل مع انهم اطفال صغننين، بس بعتذر لهم وبعلمهم ده. كويس. بس عندي جوزي ما عندوش، ما يعرفش السياسه دي خالص. طب لما حضرتك بتشوفيه بيغلط فيكي او بيسيء اليكي وما بيعتذرش، انت بتبقي حاسه بايه؟ هو في انا بحس ان ده تكبر، فبالتالي انا كمان ما بعتذرش. حضرتك لسه من شويه كنت سائله مدام بتقولي لها على ممكن تعتذري للشغاله، ده فعلا حصل عندي من كام يوم. اتهمتها بسرقه حاجات من البيت واكتشفت انها الحاجات موجوده، فهو حتى اتصدم لما بقول له انا هعتذر لها، لان انا حاسه ان انا يعني هنتها واتهمتها بحاجه هي ما عملتهاش. ربنا يبارك لك. طب يعني انت عايزه تقولي لنا ان الرساله اللي بيبعتها الرجاله للستات، الرجال الذين لا يعتذرون، انهم بيوصلوا للستات ما تعتذروش انتوا كمان؟ بصي حضرتك، هو يعني في اي موقف لو هو حاسس ان هو غلطان مش بيعتذر بكلمه، بس ان هو بيتعامل معايا عادي. عادي مني ان انا دي سايده قوي، سائده ان الرجال ما حبوش يعتذروا، لكن ممكن خلاص يتكلم بقى عادي ولا يجيب لك هديه؟ لا ما فيش الكلام ده. لو حصل بقى وخلاص غير الموضوع واتكلم كده، انت بتفضلي بقى مكشره وبوزه؟ لا بفضل شويه، دي حقيقه بقى، بفضل شويه شايله الموضوع ده كده لحد ما اعرف ان انا اتكلم بقى بعد كده عادي. بنشكرك يا كريمان. نقدر نسال الدكتور على بس على كريمان. هو مبدئيا لازم نكون عارفين ان في سيكولوجيه الراجل مختلفه تماما عن سيكولوجيه الست، فطريقه التعبير عن الاعتذار بتختلف ما بين يعني ايه اللي بيخلي الشخص يعتذر بطريقه معينه، بيئته وتربيته وابوه وامه قبل كده. فاحنا كلنا لما نكون متجوزين كل واحد جاي من بيئه مختلفه وتربيه مختلفه. الصح ان احنا نقعد مع بعض
كل واحد فينا يشوف ايه طريقة الاعتذار اللي ترضيه ويقول للتاني عليها. هنا في حتة مهمة جدا بقى، الست عندها طبيعة انها بتلقط الراجل عاوز ايه من غير ما يتكلم، لان ربنا ذكاء بقى. لا مش ذكاء، هو خاص نقدر نسميها ذكاء او حاسه خاصه بيها. يعني كلمه تكبر بخاطرنا اوكي طبعا عشان عليه تبقى ذكاء. هي بتبقى لماحه وعارفه الكلمه اللي بتزعله هي ايه اللي بتزعله. هي اصل الذكاء حاجه والحاسه حاجه تانية. يعني السمع لما يكون قوي ده مش ذكاء، هي حاسه عند الانثى قويه شويه. انا بتكلم من ناحيه علميه عشان كده مش ذكاء. هي عندها حاسه خاصه بيها، لان هي هتقعد لمده سنه ونص مع طفل ما بيتكلمش، فالمفروض تفهمه من حركاته، فبتلقط هو عاوز ايه، فهو اتكلم بالبادي لانجوج بتاعه وهي فهمت. صح. المشكله بقى ان الانثى بتتضايق لما تطلب بالبق من الراجل هي عايزه ايه، هي مفترضه وعاوزه منه يفهم هي عاوزه ايه زي ما هي بتفهم. ايوه فعلا. فده غلط بقى، ده بيعمل مشاكل كتير. فتقول له ما عادش ليها طعم طالما انا قلت لك. لا هو بيحب يسمع اعتذارها. هو الراجل لازم تقول له انا مش هياخد باله، هو ما عندوش الحاسه بتاعتك دي. طيب ولو زعل يعني يحب يسمع اعتذارها ولا ممكن بتلتمس الاعذار للرجاله؟ اه يعني العكس. بتكلم على 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 سيكولوجيا مختلفه. لا هو فعلا علميا انا بتكلم مزبوط. انا بتكلم على سيكولوجيا مختلفه، الست مش فاهماها والراجل مش فاهمها، فهي منتظره ان هو يلقط احتياجها زي ما هي بتلقط احتياجه، هو مش مدرك ده. يعني هديكي مثال، مثلا لو اتنين في فرح والزوجه شافت خاتم حلو كده في ايدها الثانيه، فقالت له يا حبيبي الخاتم ده حلو قوي، هقول لها اه تصدقي بس خلاص، بس خلاص ما يلقطش هي عايزه ايه. ما احنا قلنا على ده، هو من ايام المريخ. ايوه فعشان كده لازم انا بطريقه معينه اقول له يا سلام لو كنت عملت لي كذا 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 كنت هتخليني تبقى مسخت، فتدي له فكره هي عايزه. لا عن الاعتذار لا، هي مش مسخت، هو مش هيجيبه برد. طب ايه رايك نبقى نشوف الرجاله؟ رجل معانا عشان معانا الاستاذ جمال نسمع منه وجهه نظره. استاذ جمال مساء الخير. حضرتك وطي التلفزيون. وطي التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. وطي التلفزيون شوية يا أستاذ جمال. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. ورحمة الله وبركاته. طبعا سلام لكم جميعا وتحياتي للبرنامج الممتاز دون، لأن طبعا رغم أن أنا راجل يعني طبعا، إنما كمني قاعد معاش في البيت، إنما بسمع حضراتكم. أنا العقيد جمال إسماعيل. اهلا وسهلا. على فكره في سعاده العقيد احنا برنامجنا لا يخاطب النساء فقط، فيشرفنا ان حضرتك تكون بتتابعنا. الله يخليك يا ستي، الله يخليك. يعني طبعا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده بترجع لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصيه نفسها. يعني في تكوين للشخصيه، في مفتاح للشخصيه. الست اللي قدامي دي شخصيتها ايه؟ تربيتها ايه؟ نوعيتها ايه؟ هي متركبه التركيبه اللي ممكن تعتذر او ما تعتذرش. طبعا الدكتور قدامنا بيقول طبعا المثل بتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، طبعا ده سيدنا رسول الله. طب ما احنا كان بيحصل لسيدنا رسول الله موقف من المواقف مع احد الصحابه او مع الناس اللي كانوا معاه، كان الناس تزيد عليه وعايز يقتله وعايز يذبحه. فدي شخصيه ما ينفعش يا جماعه، مش كل واحد نقول له لا انت تعتذر وانت ما تعتذرش. سعاده العقيد حضرتك بتعرف تعتذر يا فندم؟ مين؟ أنا لازم اعتذر في اوقات، لازم اعتذر فيها، اعتذر انا مع ابني بكلمه بيناقش بنخش في نقاش، اقول له طب انا اسف معلش انت قول لي وجهه نظرك ايه؟ جميل. انا خلفيتك العسكريه يا فندم ما بتمنعكش من قصه الاعتذار دي؟ لا لا لا، عسكريه ايه؟ لا ما في العسكريه ده، العسكريه دي في وقت العسكريه لما كنت في عسكريه، لما كنت مع قاده، قاعد مع قاده. يعني انا كنت قاعد وكان شرفني طبعا العمل مع القاده المجلس العسكري اللي كان موجود ده كله. انا الحمد لله اتشرفت مع مجموعه منهم حلوه جدا وكثيفه جدا، ولكن كان في وقتها برضو وقت الاعتذار محتاجه، ايه المانع انك تعتذر طالما انت اخطات؟ طب يا فندم ليه المسؤولين في بلدنا ما بيعتذروش للشعب؟ لا هو في طبعا، اقول لستك حاجه برضو، مهما كان احنا حطي الراجل ده في مكانه الصح، حطيه في مكانته، حطيه في قدره. يعني في انا معايا زوجه تقول لك انا ازاي انا اعتذر لابني؟ لا ابني ازاي اعتذرني؟ ازاي اعتذر؟ لا يمكن اعتذر لابني مهما كان، لما يكون ابني ده حتى مش عارف ايه، هو كده زعلان لوحده من شخصيه، اصل دي شخصيه. يعني ممكن واحد يطلع كده يقول يا جماعه انا بعتذر، انت كده خلاص زي ما الدكتور قال قبل كده، واحد يقول لي بعتذر بس ايه مجرد انا يعني بجاملك، انا بعتذر بس وخلاص يا سيدي بس كده، عايزين نعتذر نعتذر، لكن لا 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 مش هو ده الموضوع، مش هو ده الموضوع. الموضوع ازاي اكسب شخصيتي؟ يعني الدكتور بيقول نجيبه ونقعد ونفتح، طب هفتح ازاي؟ الراجل الذي اساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجيبه ازاي؟ اجيبه ازاي عشان اقعد معاه عشان اكسب شخصيته وعشان اشوفه عمل؟ لا 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 ما ينفعش الكلام ده كله، لكن لا
لا مفتاح شخصيته ايه؟ الانسان ده هو اساسه. يعني ميرسي يا استاذ جمال لحضرتك، عشان للاسف وقتنا، وقت فقرتنا بيخلص. عايزين روشتة بقى الاعتذار الناجح يكون ازاي؟ وانا يبقى روشتة، وانا اخد روشتة ونقفل بقى. طيب الاعتذار الناجح عشان اقدر اطلعه من قلبي صح، اوقف الاحكام على الناس. لان الانسان لما يكون حاكم على الشخص حكم قاسي بيبقى الاعتذار صعب جدا. ده خاين، ده غدار، ده كذا ده كذا. طول ما كنت انا مصدر حكم قاسي قوي هلاقي الاعتذار صعب جدا. يبقى عشان اعرف اعتذر واعرف اتسامح، التمس لاخي اكثر من 70 عذر. 99 يعني اني اعتبر ان هو عنده نقط ضعف كتير، فاعمل حسابي ان هو ضعيف قوي. اللي خلاه غلط كده انه ضعيف قوي، ولازم تسمعي اللي قدامي اي مكان. لازم تسمعي للاسف. يعني اللي خلى واحد تجاوزني قوي في السرعه مثلا على الطريق، غلبان قوي فاكر انها شطاره. اللي خلى زميلي عمل مقلب وراح عمل كذا، غلبان قوي فاكر انه هيكسب كده. يعني اللي بيعمل ده غلبان قوي، ضعيف قوي. طيب روشتتي بقى مختلفه شويه. المسؤولين ما بيعتذروش للشعب، ما بيعتذروش للشعب. هل لو اعتذروا للشعب، يعني مثلا دلوقتي احنا عندنا فكره الميت يوم دي، الميت يوم دي ممكن يبقى الشعب قاعد بيعد وشايف ان الميت يوم بيخلصوا ولم يحقق شيء فيها، او تحقق، او بيدوا فرصه تانية. انما لو طلع السيد رئيس الجمهوريه كده وقال يا جماعه انا فعلا وعدتكم بالميت يوم وبعتذر لاني ما نفذتش، هل الشعب هيتقبل؟ هل الشعب هيبقى هيسامح او هيغفر؟ هل الشعب هيظل على نفس مكانه الاحترام، ولا المسؤولين لا يعتذروا لان الشعوب لا تتقبل او تغضب اكتر؟ اسمع حضرتك واسمع الدكتور. من لا يعتذر يعتبر. يعني السادات لم يعتذر فاغتيل، مبارك لم يعتذر فشايفين المصير. اللي مش هيعتذر هيكون عبره لمن يعتبر. طب والشعب بيقبل الاعتذار؟ ما هو الاعتذار معناه مسلك حياة. أنا هطلع أقول أنا آسف ما عملتش الميت يوم، لكن هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة. يعني أنا بعتذر عن المية، لكن هطلب مية تانيين، أو هطلب تلتمية، أو هطلب ألف. لكن أنا عندي خطة هتكون ناجحة بعد كده، لكن مش أنا آسف لأن أنا مش قابلة. هو الاعتذار لوحده يكفي في السياسة، ولا الاعتذار وتقديم بديل، ولا إيه؟ الاعتذار بيمص الغضب، بيمص الغضب. لكن لو استمر بيمتص الغضب طبعا، لكن لو استمر السبب بتاع الغضب هيبقى غضب اكتر بكتير بعد الاعتذار. هل سنشهد اعتذارات مثلا عن برنامج الميت يوم؟ هل سنشهد اعتذارات عن ارتفاع الاسعار؟ هل مصارحه مكشفه فيها نوع من الاعتذار؟ شفافيه. هو احنا عندنا مشكله في السياسه في العالم العربي، ان احنا الشخص في المركز القياده بيخفي حاجات كتير. انا عارف ان لازم حاجات تكون مخفيه، لان ما ينفعش تطلع بكل حاجه، نوع من تاجيل الحطام، ولكن لكن لازم يكون في مصارحه مع الناس عشان نفهمهم اللي بيحصل. لو الناس فهمت الدنيا هتكون مش محتاجه حتى اعتذار. هل المصارحه ساعتها تعتبر نوع من انواع الاعتذار؟ المصارحه طبعا نوع من الاعتذار، لان ببين الوضع الحالي عامل ازاي. ثانيا في حته مهمه جدا كمان، الناس مش واخده بالها. بقى خلاص للاسف. اوكي في حته مش مهمه بالنسبه للسياسه كمان، موضوع الميت يوم هو اللي قاله مش احنا اللي قلناه بالظبط. وبالتالي انا طالما قلت يا جماعه خلال 200 يوم هعمل كذا، يبقى لازم تبين لي ايه اللي حصل، يا نفذ يا اوضح. ايوه يا اوضح، ولازم اوضح، لازم اوضح. احنا بنشكركم جدا فن الاعتذار، نتمنى انه يكون جزء من سلوكنا الاجتماعي. خلوني اقول لكم نتيجه التصويت. احنا كنا سالنا اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، هل تعتقد ان الاعتذار اسهل على المراه من الرجل؟ 69% من اصدقائنا قالوا نعم، 14% قالوا لا، 17% قالوا احيانا. اذا الجمهور يرى ان الاعتذار اسهل على النساء من على الرجال، وده يعيد مناقشتنا من اول وجديد. مش هينفع بجمله التنازلات. بشكركم جدا، شرفتونا جدا. وفاصل قصير، وبعد الفاصل الستات ما عرفوش يطبخوا، ومروه من القاهره هتعمل كيك اعتقد، وهتعمل كيك بالبرتقال واللوز وجمبري بالفلفل، حاجه جميله. اتفضلوا معانا. نطلع فاصل ونرجع على فقره الستات ما بيعرفوش يطبخوا.